السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، نحمدك على كل حال ونستعيذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نحمدك دائما وأبدا، نحمدك في السراء وفي الضراء، نحمدك يا رب ونرضى بقضائك ونصبر على بلائك ونشكر نعماءك، دائما نحن على بابك يا رب العالمين. نحمدك ونستهديك، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته ليتحقق فينا ما أمر الله بنا وأمرنا به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولنحقق طلب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أعطى لهذه الأمة دستورا إن عملوا به فسوف يلقون السعادة في الدنيا والآخرة. من وصيته صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم شيئين لم تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، عنوان خطبة اليوم: هل لك خبء عند الله؟ سؤال: هل لك خبء عند الله؟ في الأمثال الشعبية يقولون: خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وبيقولوا: خبي فحماتك الكبار لعمك آدار. المثالين هذان المثالان فيهما عبرة: أنك تحتاج في يوم من الأيام إلى أمور أنت تكون في أشد الحاجة إليها، فما عليك إلا أن تكون قد حضرت نفسك سابقا لهذه الحاجات حتى تقضى لك. أما عنوان خطبتي في هذا الموضوع، سؤال أطرحه على نفسي وعليكم: هل لك خبء عند الله؟ هذا الخبء، ما معنى الخبء؟ أي هل عندك من الأعمال التي قمت بها من أعمال الخير تقصد فيها وجه رب العالمين ولا يعلمها أحد من الناس؟ شرط، ما أحد بيعرفها أبدا. خدمت بها ذوي الحاجات من اليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين، أو أي عمل آخر كان له أثر كبير فيهم، حيث ساعدتهم على تفريج كروبهم وإزالة أحزانهم وآلامهم ومعاناتهم، فهذه الأعمال هي خبء خبيت عند رب العالمين. أي عمل في السر سترته وخبأته عن أعين الناس قاصدا به وجه الله، ووضعته في البنك الإلهي تناجي الله به وتطلبه عند حاجتك، من أجل أن يفك عنك ضيقك، أو يحقق لك مرادك، أو يزيل همك وغمك، أو يشفيك من أمراضك. الله عز وجل يقول لنا:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ويقول لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة: أحدهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كناية على الحرص الخاص بهذا الأمر. أخي المسلم، هل لك سر عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ أيها الإخوة المسلمون، ما من أحد وعلى الأخص المؤمنين إلا ويمر عليه في هذه الدنيا امتحانات وبلاء ومواجهات يصعب مواجهتها من قبله، لأنه لا يملك حلا لها وليس بيده حيلة أمامها، كما لا يجدر ولا يجد من يساعده فيها، لأن الآخرين لا يملكون إلا الدعاء أو التأسف أو الحسرة أو الحزن أو الكلمات المهدئة التي لا تقدم ولا تؤخر نفعا أو تغييرا أو تبديلا أو حلا أو مساعدة. أخي المسلم، كم مثل هذه المواقف مرت على هذا الإنسان العادي الذي خلق ضعيفا، فإذا به يصاب بالإحباط والخوف والأسى والحزن والحيرة والتشتت، حتى أنه أصبح يتمنى الموت أمام تلك المواجهات. لكن المؤمن الصادق الذي تربى عند العارفين ووصل قلبه برب العالمين، عندما تواجهه مثل هذه المواجهات يتذكر قوله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وعندما يتوجه هذا المؤمن بكليته إلى الله عز وجل وهو على يقين أنه لن يزيل ما أهمه ولن يغير ما يعانيه إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء، القادر على التبديل والتغيير. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ أيها الإخوة المسلمون، هناك حديث شريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أي أن تكون له صلة مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء، ورصيد في البنك الإلهي ليستجلبه عند الحاجة.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولقد جاء في الأثر عن سيدنا سليمان الفارسي، سلمان الفارسي، يقول: إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء، فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت معروف من امرئ ضعيف فيشفعون له. وإذا كان العبد لا يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء، فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت منكر فلم يشفعوا له. أيها الإخوة، مما سبق ويصلح حالهم ويرفع عنهم آلامهم ويزيل معاناتهم مخلصا لوجه الله، ولا يريد حمدا ولا شكورا، وذلك عندما كان في حالة رخاء وسرور وطمأنينة. فإن الله عز وجل لن يتخلى عنه عندما يصاب بالشدائد والمصائب والامتحانات، وسوف يهيئ الله له حلا وتغييرا يرفع به عنه ما أهمه وأغمه وما يواجهه من صعوبات قد رآها ليس لها حل ولا نهاية. أيها الإخوة، كلنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين دخلوا الغار هربا من سيل أتى، فجاءت صخرة فسدت الغار، دفعوا الصخرة بعد انتهاء السيل وإذا بها كبيرة لا يستطيعون الخروج. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله، أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شوفوا الجملة هي: الدعاء بصالح الأعمال، مدعاء بالأعمال الصالحة. في فرق بين الأعمال الصالحة وبين صالح الأعمال. الأعمال الصالحة صلاة وصيام وعبادة وإلى آخره، هذه تقوم بها من أجل أن تعين مكانك في الجنة، دخول الجنة برحمة الله، مكانك في 100 طابق بالجنة، 100 درجة، وين بدك تقعد؟ أعلى الدرجات الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوه بأعمالكم. هي بدها أعمال صالحة بتعين أنت وين درجتك بهالمية. لكن صالح الأعمال هي من الأعمال الصالحة، لكنها لها فائدة دنيوية في حل أمورك الدنيوية وما يواجهك في الحياة. الأعمال الصالحة تنفعك كما قلت في الدنيا والآخرة، صالح الأعمال يؤكد لك حل مشاكلك في الدنيا، وهي أنك تقوم بخدمة الآخرين. الأعمال الصالحة عم تفيد نفسك بينك وبين ربك، صالح الأعمال هي التي تقوم بها من أجل خدمة الآخرين ومواقفك من الآخرين. وأنت تحتاج إلى ثلاثة أقل شيء بحياتك يكون لك أعمال مخفية، خبء عند الله خدمت بها الآخرين لا يعلم أمرها إلا الله. أقل شيء بدك ثلاثة. نيم جايبين هالكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول واحد دعا ببره بوالديه، هون عمل صالح لكنه بيتحدى إلى الآخرين. فرجت قريبا قليلا
أخذوا نفسا هوائيا لم يستطيعوا الخروج. الثاني عفته، إذا هي تعدي إلى الآخرين، يريد أن يتعدد على عرض الآخرين، وأصبح الأمر لديه سهلا وبين يديه، لكن الله لطف به فذكره بنفسه سبحانه فامتنع عن الحرام بعد أن أصبح بين يديه. نعم، انفرجت الصخرة قليلا. الثالث أدى الأمانة لأصحابها، ولو تأخروا عنه وابتعدوا ولم يعرفهم، لكنها أمانة حافظ عليها ونماها حتى تعرف على أصحابها فردها لهم. صالح الأعمال، هذه الثلاثة كانت سببا في أن ينفرج عنهم ما يخرجوا. أنت عندما تصاب أيها المؤمن في حياتك بأمور خاصة فيك، يجب أن يكون لك خبء عند الله، تستنجد الله بهذا الخبء. وأقل ما يكون لك أعمال ثلاثة. أيها الإخوة، في كتب السيرة والتراجم أعمال كثيرة من هذا النوع، نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث. هكذا كان رسول الله أكثر أعماله خب بينه وبين الله، وكانت هي سبب النجاة في حياته كلها. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مخبي، لا تخاف مما يواجه في الحياة. سيدنا عمر الله يرضى عنه كان له عمل خبء متعدد، أعمال كثيرة. من هذه الأعمال أنه كان يذهب إلى جانب المدينة بعد أن ينتهي من صلاة الفجر، يذهب عند امرأة عجوز عمياء ليس لها من يعينها، وهناك يقوم بخدمتها وما حاجتها، ويأتي لها بالطعام والشراب دون أن يعلم أحد منها. في يوم من الأيام يجد أن قد سبق هناك إنسان يأتي قبل الفجر ويقوم بهذه الأعمال، ترصده، فإذا به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كما شو أبو بكر؟ قال له كما اشتاك؟ عم تلحقني له؟ ما أردت أن أسبقك إلا ولو أردنا أن نحصيها. شيخنا رحمة الله عليه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، عشنا معه هذا العمر، كم شاهدته بهذه الصفة في يوم أغلب الأيام، في يوم السبت ضحوية النهار، يهيئ في صندوق سيارته الطعام والشراب واللحوم من معيل إلى بيوت علماء أتت بهم الحياة إلى فقر، فكان دون أن يعلم أحد، ولا يريد أن يكون معه من الإخوان إلا من يرافقه في حمل هذه الأشياء، ويوصي بأن لا يعلم أحد بما يفعل، ويريد بنفسه أن يحمل هذه الأمتعة الكياس، ويقرع الباب هنا وهناك. كم من مرة شاهدت ذلك مع شيخنا رحمة الله عليه، ثم يقدم ذلك خفية، هو جابر عثرات الكرام، يجبر خواطر الناس المحتاجين، يقرع الباب بنفسه ويضع الأكياس بنفسه، ثم يعطيهم ظرفا فيه مالا بقدر حاجتهم إلى الوقت الآخر. هذا كان ديدن شيخنا رحمة الله، فلذلك كانت له من هذه الأعمال ما كان يدعو الله بها، فيحمي الله هذه المسيرة، وما زالت حماية الله لهذه المسيرة إلى هذا الوقت الذي نعيش به. وما من خير نراه إلا من خبء قد خبأه شيخنا رحمة الله عليه، نأكل نحن الآن من ثماره. الشيخ أبو الخير الميداني بعد ما درس
شاف أحد التلاميذ هيك الدنيا برد جداً أكثر من هلأ، شافه عم يرجف، أنهى الدرس باكراً وأحضره إلى غرفتي. يا ابني ليش هيك عم ترجف أنت برداً؟ قال له سيدي والله مالي لا بيصير، يعني ما في سروال صوف هيك يدفي حالي. قال له انتظر برا. خلع سروال والصوف وطواه ولفه وحطه بكيس وطلع لعند المريد. قال له يا ابني خذ دفي حالك. يا سيدي، قال له يا ابني دفي حالك روح. المشكلة مو هون، المشكلة المراح أبو الخير الميداني إلى بيته وشلح الإنباز وإذ السروال الصوف مو موجود. زوجته وين رحت بالسروال؟ لك شو هاد وين رحت فيه؟ سروال داخل وين الصوف؟ ألا خبأناه عند رب العالمين. لك شو خبأته؟ شلون بدك تروح شلون تجي؟ لم يتم هذا النقاش مع زوجتي إلا وقرع الباب. من؟ وإذا بأحد المريدين. قال له يا شيخي أنا فتحت معمل لصنع سراويل صوفية وأول إنتاج اشتهيت لك إياه، جايب له طقم من 10. قال يا مرة شفتي أنفقنا خبئا، سروال واحد إجانا 10، الحسنة بعشر أمثالها. أحد السلف الصالح من مدرسي جامع الأموي بعد أن أنهى درسه وإذا بفقير قال يا شيخي والله منذ 3 أيام لم آكل وأولادي بحاجة إلى طعام يتضوعون جوعا. أخذه إلى غرفته وأخرج كل ما معه. قال لي رايح الشيخ رايح الجامع مو كثير بمعه، طالع كل شيء معه عطايا. ذهب هذا الشيخ الفاضل إلى بيته فوجد امرأته تحمل طفلها الرضيع وهي في باحة البيت العربي وتبكي بكاء شديدا وهي ترجف. ما بكي يا امرأة؟ قالت يا شيخي أخذت طفلي هذا وصعدت إلى السطح، غرف وغرف وغرف وبعدين السطح، وأردت أن أنشر الغسيل وغفلت عن طفلي فأسرع زاحفا فسقط من الأعلى. شو بتتصور ولد على بعد 3 طوابق ينزل؟ فخارت قواي وأسرعت إلى الأسفل لأرى ماذا حل بالطفل الذي مات، لكني لم أجده في الباحة. نظرت إلى الأعلى فوجدت أن هذا الطفل عندما هوى خشبة ظاهرة تعلق ثيابه بها والطفل يفرح فكرة مرجوحة عم يكاكي ويفرح وهي وهي بيصيح بحاله عم يلعب بإيديه ورجليه فرح فكرة مرجوحة. فأسرعت إليه وأخرجته مما هو فيه وأتيت هنا وأنا لا أستطيع أن أقف على قدمي. ابتسم هذا الشيخ وقال يا امرأة لقد قدمت خبئا عند الله فاستعجل الله لي في هذا الخبئ في إنقاذ ولدي. أخي المؤمن اسأل نفسك هل لك رصيد عند الله من صالح الأعمال؟ فلا بد لك حسب ما أشار إليه حديث الثلاثة في الغار إلى 3 أعمار كما قلت. فتش نفسك هل لك أعمال صالحة هي من صالح الأعمال؟ كم عددها؟ أخي المؤمن إذا مرضت أو مرض أحد أفراد أسرتك مرضا شديدا أعيا الأطباء فاسأل الله بصالح أعمالك فيتحقق الشفاء. أخي المؤمن هل تريد مالا أو زواجا أو أولادا؟ فاسأل الله بصالح أعمالك يتحقق أملك. أخي المؤمن هل تواجه مشكلة تخاف عاقبة؟ فاسأل الله بصالح أعمالك تحل مشكلتك. أخي المؤمن هل أصبت بمصيبة أو بلاء آلمك وأوجعك؟ اسأل الله بصالح أعمالك تزول مصيبتك ويرتفع البلاء عنك
ويذهب منك كل آلامك. أخي المؤمن، هل لك آمال في هذه الحياة تحب تحقيقها؟ فاسأل الله بصالح أعمالك يحقق لك آمالك ويبلغك منالك وتصل إلى ما ترغب وتتمناه. نحن اليوم أيها الإخوة في أشد الحاجة لمن يسرع، الفرصة متاحة أمام هذه الغلاء والوباء والتسلط الأعداء والحصار. نحن بأشد الحاجة إلى من يسرع ليخبئ خبئا عند الله، يرفع به آلام الآخرين، ليجد هذا المؤمن أن الله عز وجل معه في كل حال من أحوال دنياه وآخرته. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. أيها الإخوة، بوصاياها، هل سعيت إلى أرملة أو يتيم أو مسكين أو ملهوف أو صاحب حاجة فساعدتهم لرفع معاناتهم، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في البلاد مع الغلاء وتسلط الأعداء والوباء؟ هل نفذت تلك التعاليم التي أرشدك إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي كثيرة، حديث منها يقول: من ستر مسلما في الدنيا. الستر مو تلبسه بس، ستره شوف شو على يدين وفي له اياهم، ستره بين زوجته واولاده، وخاصه في هذه الظروف، بمساعدتك له من طعام وشراب. اقل شيء ان نتفقد ايها الاخوه، نحن في امتحان، والامتحان متشعب، ليرى الصادق، ليرى الصابر، ليرى الراضي. نحن في امتحان رباني، ليرانا، ينظر إلينا جميعا، ماذا سنفعل؟ هل نغضب؟ هل نسخط؟ هل نيأس؟ هل نقنط؟ أم أننا نتحمل ونقول: يا رب، نحن بإيماننا صامدون، وعلى شرعك ثابتون، ومهما كانت المؤامرات علينا فلن تزحزحنا، نحن جبال من الإيمان والصمود الإلهي في تحمل هذه المصاعب، لأنك تراها وتعلمها وهي منك، ترى أمرها وهي فيها حكمة. نعم يا رب العالمين، تريد أن تمتحننا بها، فسوف ترانا على أفضل ما يكون. سننتبه لأنفسنا وننتبه لأرحامنا أولا، دير بالك على أرحامك وعلى جيراننا ومعارفنا. سنقتسم الغرخيف إلى أن يرفع الله هذا البلاء. اللهم نسألك أن ترفعه عاجلا غير آجل. يقول لكم النبي: من ستر مسلما. هل سترت مسلما عائلة في الدنيا؟ ستره الله في الدنيا والآخرة، الله ما بيحجب لحظة من لحظات مثل ما حاجة. ومن نجى مكروبا، وما أكثر المكروبين، فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. الأمثلة في صالح الأعمال كثيرة، أسأل الله أن يعرفك بها وأن يلهمك إياها والسعي إليها لتفوز برضائه وتخبئها عنده في رصيدك. تسأل الله إياها عند حاجتك، فتجد من الله العون وتحقيق الآمال والعافية والشفاء ورفع البلاء والمصائب وزوال الهموم والغموم ونيل السعادة والهناء. تعالوا لنرفع أيدينا إلى الله.
إن رغبتم فاجلسوا على ركبكم حتى نقول يا رب أنت العليم بحالنا، أنت العليم بما أصبح أمرنا. اللهم يا رب ترى أمرنا وترى حاجاتنا. اللهم لا تجعل ما يكون في هذه الأيام عقوبة لما فعل به السفهاء منا. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء عن هذه الأمة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعطي كل منا سؤله وفرج همه وكربه ويسر أمورنا جميعا لما فيه رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعرفك أنك جبار الخواطر، اللهم اجبر بخواطرنا جميعا. اللهم إنا نعرف أننا ضعفاء، أننا فقراء، أننا مذنبون، لكننا نقف على بابك، على أعتابك، مع أحبابك، نرفع إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكشف عنا كل ما حل بنا. الأمر بيدك والتغيير بيدك والوحو بيدك، نلتجئ إليك ولا نلتجئ إلا إليك يا رب العالمين. ثقتنا انعدمت من الجميع إلا منك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج عن هذه الأمة، اللهم أسرع في تفريجك لهذه الأمة. اللهم يا رب أعطي كل من الحاضرين ما في قلبهم من حاجات خاصة لا يعلمها إلا أنت، اللهم فأعطه إياها وزيادة عن رغباته، فإننا لا نعرف صالحنا من طالحنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وارحم شأننا كله، وجهنا إليك، احفظ جميع أهلينا في حلهم وترحالهم وذهابهم وإيابهم ودراستهم وأعمالهم وفي كل شؤون حياتهم. اللهم رد كل من ابتعد عن أهله إلى أهله، اللهم رد الغائبين إلى أهلهم ورد المشردين إلى بيوتهم. الأمر صعب نظريا لكنه عندك ليس بصعب، كل شيء بين يديك وكل شيء هين عندك يا رب العالمين. اللهم أرجع إلى هذا البلد الأمانة يا رب العالمين، وأرجع إلى ما كانت عليه من السؤدد والسعادة يا رب العالمين. نتوجه إليك أنت ربنا، لمن نتوجه إلا إليك؟ لا نتوجه إلا إليك، أنت ترى حالنا وضعفنا وما وصلنا إليه، لكن ثقتنا بك كبيرة، ثقتنا بك كبيرة وبأنك سوف تفرج عنا. فأنت يا ربي يا سابغ النعم، يا كاشف الغمم، يا أعدل من حكم، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، إنما أمرك بين الكاف والنون، إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم فاجعل أمرنا قريبا عاجلا في الفرج يا أرحم الراحمين. اشفي مرضانا، ارحم موتانا، وأوصل إليهم في هذه الساعة روحا منك وريحانا، وأصلح أحيانا، واغفر لنا ذنوبنا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.